خط المباراة الأول التسديدة، لكن الكرة تعود مجددا لصالح نادي السد. الله 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 على التمريرة، على النقلة، يوسف عبد الرزاق، كرة الزعيم يبدأ هذا اللقاء عن طريق يوسف عبد الرزاق. يوسف عبد الرزاق يسجل هدف فخم بفخامة هذا الزعيم، هدف جميل بجمال هذا الزعيم. الله على رودريجو تاباتا، رودريجو تاباتا هو من قام بالصناعة، وبالتالي كان لابد على يوسف أن يترجم هذه الكرة إلى هدف أول، إلى تقدم أول، هدف فخم بفخامة هذا الزعيم. 1-0 للسد، 1-0 للسد. الهدف لم يتأخر كثيرا، لم يتأخر كثيرا، لكن شوف القدرات، شوف الإمكانيات، شوف الفرصة لما تأتي للمهاجم الهداف، المهاجم القناص، المهاجم اللي عنده القدرة أن يخلص، اللي عنده القدرة أن ينهي الهجمة. وبالتالي السد يتقدم بهدف المباراة الأول. دقيقة أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، نصل إليها في أحداث الشوط الثاني من نهائي كاس أريدو بين العربي والسد. السد متقدم بهدف ويحافظ على هذا التقدم، وبكل تأكيد بأنه يبحث عن الثاني. يا عيني يا كازورلا، إلى تباتا وإلى نامته في الجهة اليسرى داخل المنطقة. نام توقف مين؟ إذا كنت تواجه السد توقف مين؟ نامته ولا سانتي كازورلا ولا مين؟ الزعيم يسجل الثاني في هذه اللحظات عن طريق نامته. شوف اللمسات وشوف النقلات وشوف كازورلا وشوف نامته في أجمل نهاية لهجمة في عالم كرة القدم. الله يا زعيم، نامته يضع الكرة في الجانب الأيسر من حارس المرمى محمود أبو ندى، وبالتالي الراية البيضاء والسوداء راية الزعامة ترفرف. السد يسجل الثاني، نامته الكوري الجنوبي ما له حل، ما له حل، نامته. من خلال طبعا الفترة المقبلة ومن خلال مباراة السيمي فاينل في نصف نهائي كاس ملامي، لدينا كرة للسد ما زالت مستمرة، لكن الكرة تبعد، وبكل تأكيد سيمنون النفس بعودة. هذه كرة ومحاولة كازورلا، كيف لكبير هذا لا يظهر في يوم المباراة النهائية؟ سانتي كازورلا يسجل حضور ويضع بصمة. سانتي كازورلا يسجل الهدف الثالث، يسجل الهدف الثالث لصالح الزعيم في هذه اللحظات، وهنا ردة الفعل وهنا الفرحة. الزعيم بالثلاثة، الزعيم بثلاثية في هذا اللقاء. سانتي كازورلا ينجح في أن يسجل. كازورلا الذي قيل له في يوم من الأيام من جانب الأطباء بأن يجب عليه بأن يدعي بأن يتمكن من السير فقط، لكنه بهذه القدم التي عانت الأمرين في سنوات وسنوات طويلة، كازورلا الذي توقف عن ممارسة كرة القدم في 636 يوم، كازورلا الذي كان قائدا لكبير من كبار أوروبا للجنرز أرسنال، هذه طفلة الله يحفظها، سعيدة بكل تأكيد بالهدف الذي يسجل والدها في هذه اللحظات. كازورلا وكازورلا وكازورلا هو قصة كفاح بكل تأكيد لنجم من نجوم كرة القدم. في وسط الملعب عند عبد العزيز الأنصاري، لكنها أبعدت، عادت لنامته، نامته انطلق لا يكتفي، لتباتا، تباتا يسدد. الله، سجل الرابع. الزعيم برباعية، ولعلهم يكتفون بهذه الطريقة. الزعيم يسجل الهدف الرابع، بصمة تباتا تحضر بعد انطلاقة من؟
بالقدم نامتيه، وبهذه الطريقة تكون اللقطة التي أراد لك بأن تكون تبات، والتي أراد لك بأن تكون الزعيم يسجل الهدف الرابع. صعبة جدا في مكان صعب فيها كل سنوات الخبرة بالنسبة لتباتا، وردة الفعل بكل تأكيد بتسجيله هذا الهدف الرابع الذي يسجل لصالح السد. والتبديل الآن قادم، تباتا وسانتي كازولا في لحظة رفع اللقب البطولة، بطولة كاس أريدو لموسم 2019-2020 في قبضة الزعيم، في قبضة الزعيم السداوي. مبروك له ولجماهيره ولكل من ينتمي له، لحظات توثق بالصور بكل تأكيد، وكل لحظاتك يا زعيم يجب بأن توثق بالصور. مبروك أحبتي الكرام، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، كنا معكم في وصف أحداث هذا النهائي. نتمنى بأن أكون قد وفقت مع زملائي عبر قنوات الكاس في نقل أحداث نهائي بطولة كاس أريدو، على أمل أن يكون اللقاء في مواعيد قادمة قريبة بحول الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، نصل إلى لحظات الختام. لكم مني أجمل وأطيب وأرق تحية، محدثكم سمير اليعقوبي، ونترككم مع هذه الصور واللقطات الجميلة، وبعد ذلك عودة لأسعود غانم. إلى اللقاء. شكرا لزميل العزيز سمير اليعقوبي. إذن مشاهدينا الكرام، ألف ألف مبروك للزعيم السداوي إحراز كأس أريدو 2019-2020 على حساب نادي العربي، 4 أهداف مقابل لا شيء، فوز مستحق ولقطة رفع الكاس وفرحة لاعبين نادي السد من خلال هذه التتويج. ولاحظنا مشاهدينا الكرام طريقة التتويج تبع الإجراءات الاحترازية، بدون لمس يجي حكم المباراة واللاعب يأخذ ميداليته وهو اللي طالع على التتويج. مشعل، كنا نتكلم عن الأمور الفنية، لكن أعتقد أجواء احتفالية رفعت شوية من الجانب النفسي نادي السد والعودة لمنافسات الدوري من خلال بطولة أريدو.